سلام الله عليكم. في هذا الفيديو سوف نجد ما يسمى بـ Power Series Solution. So find the Power Series Solution of y prime minus y equals 0. بطبيعة الحال يعني نحن غير مضطرين تحديدا بهذه المسألة أنه نجد Power Series Solution، ممكن نحلها على أساس أنها separable أو linear، ولكن كون هذا المطلوب to find the Power Series Solution رح نلتزم فيه ونشوف how to construct the power series solution. First step, we will assume that we have solution like in this form, y equals sum from n equals 0 to infinity cn x to the n. طبعا اذا بدنا نعمل expand لهذا it will be something like this, it will be c naught plus c1x plus c sub 2 x squared plus c sub 3 x to 3 so on and so forth. اهتمامنا الآن راح يكون بهذه الكومباكت فورم وراح نعمل لها الدريفاتيف، بمعنى راح نوجد y برايم. So y برايم here will be طبعا كيف نعمل الدريفاتيف؟ لازم ناخذ بعين الاعتبار انه this is constant. So we have to derive only x to the n. بنعرف انه بنزل الباور بينقص واحد. So it will be sum from n equals خلي هاي شوية فارغة n equals what. It will be n cn x to the n minus 1. وهنا هذا الاندكس لهذا الصم ما راح يبدا زي ما كان من الزيرو، وانما راح يبدا من 1. تذكر انه لما تعمل ديريفاتيف انه يو هاف تو شيفت فروم ان ايكوال 0 تو ان ايكوال 1 اذا كان عندك فيرست ديريفاتيف. طبعا السبب وراء ذلك بديهي وهو عفوا انه لو بداتها من الزيرو راح يكون اول تيرم بهذه السيريز زيرو ما له معنى، فبنبدا من 1 من ان ايكوال ان ايكوالز 1 تل انفينيتي. لا راح ناخذ واي واي برايم ونعمل سبستيتيوت بالديفرنشال ايكويجن اللي عندي اياها هون. زي ما انتم شايفين في عندي واي برايم وفي عندي واي، سو وي ويل ريبليس واي برايم باي واي برايم اند واي باي واي ان تيرم اوف باور سيريز. سو ات ويل بي instead of y prime راح نكتب sum from n equals 1 to infinity then n c sub n x to the n minus 1 minus y. ولاحظ y عندي هذا الصم from n equals 0 to infinity c n x to the n، راح نكتب مكان هذه ال y اللي موجودة هون، فرح يصبح بهذا الشكل from n equals 0 to infinity cn x to the n equals 0. بعد ذلك رح نعمل يعني بدنا نعبر عن هذا كله بصم واحد، summation واحد مش two sums. so في عندي هذا الصم وهذا الصم، هدفنا انه to compact them في صم واحد، ولكن في مشكلة وهي انه هذا الصم بيبدأ من الزيرو وهذا الصم بيبدأ من الواحد. لحظة، نعطيهم نفس البداية، راح نعطيهم نفس البداية، فالهدف انه راح اشفت هذا واعمله زيرو، بمعنى انها ان instead انها تبدأ من الواحد راح اخليها تبدأ من الصفر.
يعني نقصناها واحد، ولأنه نقصنا هاي الان واحد راح نزيد كل ان هون، كل ان هون، كل ان هون موجودة واحد، فراح يصبح بهذا الشكل sum from n equals 0. راح اكتب هون، راح نطرح من هذا واحد وراح نزيد لهاي الان واحد، راح نزيد لهاي الان واحد، راح نزيد لهاي الان واحد as well، فراح يصير من n equals 0 till infinity n، راح تتحول ل n plus 1 c sub n to b c sub n plus 1 و x to the n minus 1 to b x to the n minus from n equals 0 to infinity c n x to the n equals 0. حل مثل هذا النوع من المسائل بصريح العبارة وليس صعب، لكن لربما يعني فيه طول شوية في الحل، يحتاج لوقت لجهد، إنما هو ليس من الأشياء الصعبة جدا. الآن كونه صار في عندي هذا الصم ببدأ من زيرو وهذا الصم ببدأ من زيرو، we can compact them within one sum only. So it will be here sum summation from n equals 0 till infinity. We have here n plus 1 c sub n plus 1 x to the n minus c n x to the n equals 0. بعد ما تمكننا من انه to compact هذا الصمز two sums بصم واحد، راح نعمل factor out لهاي ال x to the n، لانه زي ما انتم شايفين هي common factor، سو راح ناخذ x to the n x to the n وراح نخليها برا. So we will factor out، طبعا مش جميل انه ناخذ x to the n عفوا x to the n ناخذهم هون، انما راح نكتبهم من هون باعتبار انه هذا الـ variable وكل ما يسبقها هو constant. So it will be sum from n equals 0 to infinity n plus 1 c sub n plus 1 minus c sub n times x to the n equal zero. فهذا يقودنا إلى أنه كل هذول الكونستنتس اللي موجودين عندي equals zero. So راح نيجي هون what we have now, we have n plus 1 c sub n plus 1 minus c sub n equals 0. Usually we solve for c with the highest index. بمعنى إن we will solve for this because this one possesses the highest index. So I will write it here. Solve for c sub n plus 1. So we will shift c sub n and then we will divide by n plus 1. If you shift c sub n, it will be n plus 1 c sub n plus 1 equals c sub n. Then we will divide by this coefficient here by n plus 1. So we left with this, with c sub n plus 1 equals c sub n divided by n plus 1. وهذه هي الريكيرسيف فورمولا اللي حصلنا عليها، وهي بغاية الأهمية
ستقودنا في بقية خطوات الحل. لا رح نبدأ نأخذ values for n and we will plug in one by one بهذه الريكيرسيف فورميلا. فزي ما انتم شايفين طبعا n عندي بتبدأ من zero, so I will start from zero, so here if n equals zero it will be what? We have to replace zero here, so it will be, this will be zero, this will be zero, this n will be zero, so it will be c sub 1 because it's 0 plus 1, so c 1 equals c naught over 0 plus 1 equals c naught over 1, and simply this is c naught. Now here if n equals 1, we will replace one more time n equals 1 بهذه ال n وبهذه ال n وبهذه ال n as well. So عندي هون 1 plus 1 will be c2, so it will be c2 equals c1 over 1 plus 1 equals 2. I just replace here 1, substitute 1, 1 plus 1 will be 2. لكن هنا بدنا نبدأ نستخدم ونستفيد من فكرة أنه we have recursive formula. لاحظ عندي هون أن c1 equals c naught. That's why I will replace this by c naught. So it will be here c naught over 2. Now if n equals 2, I will one more time replace this 2 in this n, in this n, in this n as well. Okay, so it will be c3 equals c2 over 4. One more time, عندنا شيء جميل عم بحدث هون. Okay, c2 over 4. لكن احنا عندنا موجود هنا c2, c2 equals c naught over 2. راقب يا رعاك الله ان c2 هي نفس هاي اللي هون وهي نفس الشيء اللي موجود عندي هون. بس بتصور هذا الرقم انه not for, this is a 3, this is a 3. I will explain this right away. Why this is a 3? Because we just plug in 2. I just plug in this 2 here. So 2 plus 1 equals 3. 1, and I will replace this C2 here by this C2 by C naught over 2 زي ما انتم شايفين. So it will be, I will write it like that, c naught over 2 all over 3, and we can simplify this to be c naught over 6. طبعا راح اوضح هون شوي ايش اللي بصير. بتعرفين انه عندي c naught over 2 over 3 over 1, so this is like c naught over 2 times 1/3, so it is c naught over 6. هذا من باب التوضيح. هلا الناس بسأل يعني كم ان اخذ؟
راح ناخذ يعني كم فاليو لان لحتى نفهم what's going on. سو خلينا ناخذ one more value if n equals 3 and remember I will replace this 3 in this n and in this n as well. So it will be c4 equals c3 over here I have 3 plus 1, it will be 4. So over 4. Lakin one more time, I will replace C3 by something in C0. This is C3 as you observe. And this is C3 as you observe. And I will replace it by C0 over 6. So it will be C naught over 6 over 4 and same wise this will be C naught over 24. عندنا شيء جميل حدث هنا وهو انه رح نقدر نكتبهم in terms of factorial ولازم نسجل بعض الobservations. يعني لاحظ لما كانت عندي C1 كان الدنوميريتر 1 لما كانت C2 كان الدنوميريتر 2 لما كانت 3 كان 6 ايش الريليشن 6 equals 3 factorial لما كانت 4 كانت 24 24 هي 4 factorial so we can imagine this like this is C naught over 4 factorial this is C naught over 3 factorial and this is C naught over 2 factorial and if you like this is C naught over 1 factorial so it's very nice انه نعبر عنهم in terms of factorial okay الان so on and so forth this is more than enough and remember that this is the power series solution هلا كيف نكتب جوابنا اذا احنا في examination كيف نكتب اجابتنا بصراحة هذا depends يعني انت بأي مكان عم تدرس لأنه في بعض الانستيتيوشنز يعني بيحكوا انه it's more than enough to express your solution like that y equals the sum from n equals 0 to infinity cnx to the n this is not interesting for them this one c naught sorry C naught plus C1 times X plus C2 times X squared plus C3 times X to 3 plus C4 times X to the 4 so on and so forth بعد ذلك راح نكتب y بهذا الشكل يا ترى كم كانت عندي سي نوت برجع بشوف سي نوت عندي سي نوت it's the simplest creature ever بهذا السؤال so سي نوت it will be as it is سي نوت طيب سي 1 راح نشوف سي 1 اللي هون هي نفس سي 1 اللي هون وهي C naught over 1 factorial or simply C naught okay so راح استبدل هذه C1 ب C naught times X so it will be plus C naught times X plus C2 C2 I will go back this is C2 and this is C2 and this is C naught over 2 factorial very impressive and I will change this here so it will be C naught over 2 factorial times X squared plus C3 what is C3 C3 equals this one
equals c naught over 3 factorial, and I will replace this as well, so it will be c naught over 3 factorial x to 3 plus c4. What is c4? You can observe here, this is c4, this is c4, and it's c naught over 4 factorial. X to the 4 plus so on and so forth. كثير من المعاهد، كثير من الجامعات ينتهي الحل بهذه الخطوة، خلاص that's it. هذا ما يريد من الطالب. No more, no less. This is your answer. And you are most welcome. Some of them, they are going little bit further. Little bit further. And you can factor out C note. Y equals C note, then the remaining is 1 plus X plus, I can write this X squared over 2 factorial plus, I can write this X cube over 3 factorial plus, I can write this X to the 4 over 4 factorial plus till infinity. Some of them بحتاج هاي الخطوة إنه I like you to take like C note as a common factor, but some of them going more further إنه بدي كمان خطوات منك إنه to write your solution like this. Y equals C note times sum from n equals 0 to infinity, and this is x to the n over n factorial. هناك من يريد الحل بهذا الشكل. وآخر شيء قد يطلب بالمناسبة هو أنه يكون الطالب على علم كامل بأنه هذا هو الباور سيريز اكسبانشن لأي فانكشن لإي تو ذا إكس. بعد ما تكون عارف انه هذا هو الاكسبانشن الباور سيريز اكسبانشن لإي تو ذا إكس, then you will write your solution like this. Y equals C naught إي تو ذا إكس. انتهى الحل. ربما تكون في معهد يطلب هذا أو يطلب هذا أو يطلب هذا أو يطلب هذا. أنت بإمكانك تشوف لأي حد يصل المؤسسة التعليمية اللي بتنتمي لها, وبالتالي بإمكانك تتعلم بما يكفيك. أنا نظريا وعمليا أنهيت حل المسألة, أنهيت حل المسألة, ولكن للي حاب يعني يشوف المزيد, يعني حابين شوي نعمل analysis هون ونشوف انه لو حلينا هالسؤال على اساس انه separable هل راح يعطيني نفس النتيجة؟ خلينا نشوف. So I will like للناس اللي بحبوا ان يستفيض في المعرفة, بامكانك ان تبقى وتتابع بقية حل المسألة. طبعا hopefully الخطوات كانوا واضحين, لكن لو بدي حل هذه differential equation على اساس انها separable, وهي سبرابل بالمناسبة, y prime minus y equals 0 سبرابل. So this is dy over dx as you know, minus y equals 0, I will shift y to the other side, then it will be dy over dx equals y. وللي شاف يعني عندي بالشانل كيف نعمل separation within one step, it's like a game. I will bring this down, I will bring this up, okay, so it will be dy over y equals dx, then we will integrate both sides, then it will be ln of y
equals x plus c. Then we will exponentiate both sides. الاكسبوننشيشن هدفي منه اني اطلع y مش ln of y. So it will be like this. It will be e to the ln of y equals e to the x plus c. Of course, هون عندي we will eliminate ln with the exponential function. So we left only with y equals. This is e to the x times e to the c. لأنه زي ما احنا عارفين أن هذا الأديشن اللي موجود هون أتى من ضرب e times e. One of them to the power x, the other one to the power of c. Then it will be y equals. طبعا علينا أن نفهم بأن هذا constant. Number to the some constant. E is Euler number to the power of c. It will be number. And I will call it c again. Or c naught or c prime. The way you like. You can call it c. So it will be now c e to the x. So this is the solution. If you solve this like as a separable differential equation. And you can observe here. See, we have the same solution, the same. It's some constant times e to the x. You can compare them, the same solution. It's only constant times the exponential function. We have constant times the exponential function. So it's the same. Moreover, أيضا للي حاب أنه يرى المزيد بإمكاني أني أحل هذه الدفرنشال إكويجن على أساس أنها linear. Why not? Linear differential equation. So, one more solution. Y prime. طبعا هذا كله استفاضة. بحكي انه حل مسألتنا انتهى. احنا فعليا عند هاي الخطوة. لكن يعني لدي رغبة اني اشرح المزيد حول هذا الموضوع. لو حليناها على اساس انها linear. نشوف ايش اللي راح يصير. Linear differential equation. ونحن نعلم أن اللينير تكون بهذا الشكل. تكون y prime plus function of x times y equals function of x. خلينا قارن وشوف. أنا عندي هنا minus 1. هل الماينس 1 function في x؟ طبعا. ولم لا؟ الماينس 1 function في x. والزيرو هل هو function في x؟ طبعا بإمكانك تعتبر الزيرو function في أي variable تشاء. function في zero. function في x عفوا. إذن هي linear حسب إذا قارناها بالstandard formula linear differential equation. الآن ما هو p of x؟ p of x equals minus 1. We can now find the integrated factor. And the integrated factor e to the integral of p of x dx. It will be e to the integral of minus 1 dx. And simply it is e to the minus x. الخطوة التي تلي ذلك هو أنه راح نجيب هذا الانتجريتد فاكتور ونضرب كل هاي المعادلة اللي موجودة هون. طبعا الخطوة السحرية في الحل هي أنه لما نضرب الإي تو ذا ماينس إكس بالليفت هاند اللي موجودة عندي هون فقط نأخذ الواي مع الانتجريتد فاكتور عليهم دريفاتيف. نو مور نو لس. سو it will be دي اوفر دي إكس دريفاتيف اوف مين الانتجريتد فاكتور إي تو ذا ماينس إكس تايمز واي. دائما بهذا الشكل في اللينير. قلتها في عدة مناسبات وأقولها لا تخوض في التفاصيل. إذا لما نضرب الآن e to the minus x times 0 it will be 0. Then we can integrate both sides as you observe here. زي ما انتم شايفين in the left hand عندي integration عندي derivative. We will eliminate them. So we left with only this y e to the minus x. كلنا بنعرف what is the integral of 0
with respect to x, it will be some constant. So it will be c. بدنا حلنا يكون على شكل y. أنا ما بدي يكون مع y أي شيء آخر. فبدي أتخلص من ال e to the minus x. وكيف أتخلص من e to the minus x؟ في ناس بيحكون نقسم عليها. بصير بس عشان نكون يعني more professional, we can simply multiply by e to the x. So if you multiply by e to the x, e to the x من شأنها إنها راح تلغي e to the minus x, لأنه e to the x times e to the minus x will be 1. We left only with y. So it will be y equals c. طبعا ما ننسى إنه إحنا لما نضرب راح نضرب هذا هون راح نضربه بالc أيضا. إذا it will be c times e to the x. راقب يا رعاك الله. حلينا المسألة. Firstly, as required as power series solution, وكان الجواب هو some constant مضروب بe to the x. وحليناها كأنها separable differential equation. وكان جوابنا constant multiplied by e to the x. وحليناها كأنها linear. وكان جوابنا constant e to the x. طبعا أحلها separable or linear much much easier than إني أحلها as like power series solution and whatsoever. لكن لما يكون سؤالك بحكي إنه find the power series solution of this, ما بتقدر تروح طبعا تشتغل على أساس إنها linear or separable. انتهت المسألة بثلاثة حلول مختلفة بإجابة واحدة. وشكرا لكم.